لا يمكن أن نصرف شيئاً من العبادة لغير الله أبداً العبادة حق لله سبحانه وتعالى عبادة الله الله سجود الملائكة عليهم السلام لآدم هذه عبادة لله إذا سجدوا هم ينتثروا أمر الله

أنا حجارة ما يمكن نعبدها من دون الله لكن الله أمرنا بهذا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى عرفة منا مزدلفة مانا. نعم نوشون دلي مثال عجل قجي ومونا غرغندا بس كابانا تواف قلاوس تواف قل بتكون سوين مقام إبراهيم دين أوردنا إبراهيم ترغان نوردنا عرتنا وارتر بشو جدين نمازو قيوس عندنا مزدلفة منا غا باشقا جاكتر غا وراوس ушул ибадаттарды сол жерден кылабыз дагы эми ошолорго сыйнып аткан жерибиз жоқ та біз бир эле аллахтын буйругун аткарып эле бул жақта